رجال الساره بتاعتنا الحلوه كده، بس تعالوا نبدا بيها كده، بنفتح باكج وبعد كده نشوف الساره بتاعتنا كده ترسى عليا. نفتح الباكج اللي ملوش اي ثلاثه لازمه، اللي مش هيجيب لنا لاعب، ويعني مش هيجيب حد، مش هيجيب حد. فاحنا نفتح الباكج وبعد كده نخش نشوف الساره بتاعتنا ترسى على ايه، والجيم بلاي هيرسى على ايه، عشان انا قرفت قرفان من الحياه ومن اللعبه، وقرفان من الجيم بلاي اللي عمال كل شويه يتغير، وعالم معفن مش هيجي لنا منه اي حد. بص يا عم، فريق فيش تشتيش، مين هيجيب، مين هيتعاقد مع لاعب اسمه ليسي؟ ليه؟ بص ليساي، لاعب اسمه ليساي يا اسطى، لاعب اسمه ليساي، على راسه، على راسه اف سي بجد، على راسه اف سي بجد والله العظيم. الواحد زيك من منك لعبه، بقيتي لعبه مستفزه يعني، ولعبة تغيظ، ولعبة يعني ايه. تعالى في حزمة قياسية هنفتحها كمان. ما ايه الخرا اللي جاي بقى ده؟ ايه الخرا والقرف واللاج ده والخرا اللي احنا عايشين فيه ده؟ تمام، دي التشكيلة اللي احنا هنلعب بيها، اللي انا جرفت منها بجد 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 يا صاحبي. انا بص والله العظيم، ومن غير زعل، بس كم تزعلش مني بسحنتك الصفرة دي، يا صفرة يا معفن يا زبالة يا لاعب حقير. من ساعة ما جيت التشكيلة والتشكيلة اتنحست، وكله مش عارف يلعب، ولا ريبر عارف يلعب، ولا داجلش عارف يلعب، ولا صلاح حتى عارف يهدف، ولا أي حد، ولا عارفين نعمل أي حاجة. ويعني وكان يوم أسود يوم ما دخلت التشكيلة يا دي بروين، ويعني يا رب الدنيا تظبط. لا أنت عارف تجيب أهداف، ولا عارف تعمل أسيستات، ولا عارف تباصي، ولا عارف تنايل على حاجة على دماغك. ميتينك على ميتين، دي لعبة عملاك، دي مش أسلوب لعب ولا أسلوب فشخ. ميتينك، وايه اللي انا داخل ضده ده يا جدعان؟ حاطط كورتوا واصفر ولاعيبه جامده فشخ كده. يا رب دي بروين يهدي، يا رب. يعني احنا جايبين دي بروين و30 رانك وبتاع وحارات وقصص، فان يا رب يهدي. يلا يابا بنلعب اهو، واد بيلعب وخمسه دفاع وحاجه حلوه يعني، فان يا رب بقى. يا اهو مقفلين بقى. طيب ماشي، عاش يا اسمك ايه يا اخي، حرق اتفو على امك، لعبه وسخه اتفو. ايه خارق للدرجات يا جدعان؟ ايه هو الواد معلش، هو خارق للدرجات لدرجه ان هو ياخد الكره وترجع له؟ تبص ايه ده بيدافع بيها يا جدعان. هو انا الدنيا عندي بايظه طيب ولا ايه بجد؟ طب انا قرفان يا جدعان، والله والله قرفان. اجري يا عم. هو انا ايه الهيل تويل باظت وكل حاجه باظت؟ الهيل تويل باظت يعني، الكرة بترجع له تاني يا رجالة، الكرة بترجع له تاني يا رجالة. في هاكر ولا في ايه الدنيا ولا؟ بصوا الكرة بترجع له تاني ازاي يا جدعان؟ الكرة يا راجل، يا راجل حرام، يا راجل اتقوا الله، اتقوا الله. عاش مروان والله، ده مروان بس اللي بيلعب في التشكيلة يعني، مروان بس اللي بيلعب في التشكيلة. الله، طب ما هو عنده بلان شغال كويس فشخ. الهدف هيشلني بجد، بتاع فينيسيوس، الهدف بتاع فينيسيوس ده هيشلني اقسم بالله. عملت التشكيلة هجوم بقى، بص دي بروين المعفن، يا لهوي على البساط، تقريبا البساط بتروح للواد تقريبا يعني. عاش يا بلان، حلوة الحركة. الله، بيسيب الكورة، بيسيب الكورة يا جدعان. بس بتقولوا لي مفيش سكريبت يا جدعان، بصوا السكريبتات عاملة ازاي. بصوا يا جدعان، التشكيلة بايظة، التشكيلة اللي لعيبها فيها باظت يا جدعان، التشكيلة عشان غالية باظت بجد والله. اللعبة عايزينها نشحن أو عايزينها نعمل حاجة، باظت التشكيلة. أنا بلعب تشكيلة قدام بتلعب أحسن من دي، أنا مركز والله وبلعب كويس بص ياخد الباصة، شايفين ازاي؟ يلا ايه ده، ايه اللي ايه يا جدعان؟ حد يفهمني ازاي الكره اتاخدت من ريبري والله، وانا مباصي بقالي نص ساعه مش راضي يبصيها، مستني فينيسيوس لحد ما يجي ياخدها. بص الخرا، بص يا عم محمد الخرا، انت كنت بتقول كلمه، انت متضايق؟ كرة بايظه، اللعبه بايظه خالص. بص ايه ده، ايه ده، ايه الظهير ده، ايه الظهير ده بجد والله العظيم، حرام يعني. مش فاهم اللعبه باظت ولا ايه، ولا اخش مخاطر فجوي، مخاطر فجوي. هي التشكيلة
بلع سكريبت. والله العظيم التشكيلة بلع سكريبت. اوسخ. بص ايه ده، طب ما تجرب تحط كده تشكيلة وجع. انا شكلي اجرب والله بقى. بس فعلا يعني ما اهي بتظلم نفسك. شايف الوقت طبعا عامل ازاي، 5 ساعة. طب بذمة ودين امك الكرة انا مش خدت دين ابوها. والله يا اسطى صح، مش خدت، رجعت له تاني ازاي؟ رجعت له تاني ازاي؟ انت خدت بالك؟ انت خدت بالك يا اسطى؟ ايه معلش حقك عليا. بص بيلف ليه بيلف كده؟ ليه؟ شفت ريبري لف ازاي يا اسطى؟ والله شفت يا اسطى لف ازاي؟ ليه روح لزوم؟ بيه بس. اهو ايه اكتر هتروح بيه فين تاني؟ يا عم كنت عايز اكسر شوية. بص التاني مبرشم بيطلع قدام الكورة عادي. حسبنا الله ونعم الوكيل يا اخي. بوظ التشكيلة كده ذبيحة والله. اصل انت كده بلع سكريبت حقيقي، تشكيلتك شديدة فشخ. طب امال ليه؟ طيب ما انت ما شفتش تشكيلتي تلعب كام. دي بتلعب احسن من دي. اكسر ام الموبايل والله العظيم، اكسر ام الموبايل والله العظيم. انت شفت الباور شيت؟ شفت الخرا شيت؟ اهي طيب هتصدد برضه، تصدد ليه؟ طيب انت شفت دي بروين زي عبد الهادي قال لك هات وبص لك وارفع لك امبليه. انت شفت اللي حصل؟ حول عليك علي انا؟ عملت ايه؟ انا عشان مسكته عملت ايه؟ بوه وجرب كده تحط تشكيلة باظت يا خفيفة. اسطى، باظت جرب تحط باظت. تشكيلة خفيفة. انا هغير التشكيلة خالص. بص راح بعبعه راح حط تشكيلة يعني، ما باظت. تحطش الرنكات دي، خليك في الاوفر 97 كده. انا مش عارف انا ايه ده خليك والله في الاوفر، خليك في يا اسطى، اللعيبة ليه كده؟ القليلة الرخيصة والله العظيم. ويادوا رنكوا ما على رنك هتلاقيهم بيلعبوا احسن من دول. انا مش فاهم، ما انا دول مرنكم على رنك. لا التانيين يعني اللاعب تجيبه اوفر 95 تعال نغير تغير. ايه نغير دي كوم الخطة خالص، تعديل الفريق مثلا، يعني نلعب مثلا ب 100. تعال نرجع بأوسخ تشكيلة في، تعال نلعب ب 4 2 4، 4 2 4. انزل لي يا اسطى هنا. خلي وصلاح يا اسطى والدنيا دي يا اسطى، كل دول اللعيبه دي لازم التشكيله اللي كل تبقى لازم اللعبه سكريبت. تديك سكريبت بصراحه يعني. بصراحه نزل فيرون كده ونزل اللعيبه 96 دي كده كلها وجربها. ننزل بلياها ضعيف يكون في التشكيلة، وضع دي بروين، وضع بلينجهام. اه بلي ضعيف اهو، نزلت في التشكيلة. اما نشوف ده عامل ازاي، ورودري وخلد ننزلهم الشوط التاني نشوف ده عامل ازاي. والله العظيم جرفت، والله العظيم بس انا اقسم اصلي على النبي جرفت. في كور انت بتغلط فيها طب نشوف، بصراحة ندفع اتفرج بتفرج شايف ان انت في كورة غلطان فيها. اتفرج بس مش لدرجة العطل ده، مش لدرجة العطل ده يا اخي سيدي، مش لدرجة العطل ده يا راجل يا راجل. ده انا اول ماتش فينيسيوس شات الكورة اتصدت، رجعت له تاني شاتها تاني اتصدت رجعت له تاني، اللي هو هيجيب هدف خلاص. احنا مقررين ده. يلا دينا بنلعب ببيليه اهو، هو منزل. بص التشكيلة بتاعتها تبقى هيركبك خارقة. هيركبك هي ايوه هيركبك والله. فاهم والله بخارق فشخ. ما تشحنوش في اللعبة يا رجال، ما تشحنوش. انا اعمل تشكيلة ب 5 مليون. اه والله بص شفت الكرة سبحان الله بترجع له تاني ازاي. اتفرج على ده. يلا اهو اهو بلي اهو. ايه ده؟ كانت ده ايه العبس ده؟ ايه العبس ده؟ اها ادي المروان مروان ايوه هي كررت بنت اللذينه اللي فلت فلت الكاب. انا المفروض رايح له
يا عبسي امسك يا عبسي، امسك يا عبسي لعمتينك. عبسي التاني اكتشف انه جنبه مرة واحدة وقرر يخش عليه. امسك عبسي. يلا صدق بلي جامد. ليه شفت الفزلكة؟ شفت الفزلكة بتاعت دي بروين؟ العب سله احسن. يلا عندك ده عب سله. قلبي شايف ليه جامد قبل جامد. بس شفت ايه اللي حصل؟ الواد بيبي الكره بصالحك المره. الواد عمال بص بس الواد عمال ينام في الارض. خدت أيوة. بالك؟ بص 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 نام وجع. لا هو نام بعدها وجع. انت بس توجع سته هنا وجع السته دول. تمام. انت خدت بالك من اللي حصل؟ انا المشكله ان هو وجع بليه وجع ما وجعش وجع بعديها. عبسيات عبسيات فيفا. طب انا مقفل يعني. ده عبسيات فيفا برضو. طب يعني بجيم تاكودينك يعني هو جات على الكوره ما اتحركش ليه وخدها؟ ايه ده؟ ده انا بفتح له يا جدعان لعبه. غلطك غلطك غلطك. الحمد لله دينا فايزين 1-0. دينا فايزين 1-0. وسبحان الله الواد بينام في الارض بطريقه عجيبه. وكل ما تنزل لعيبه يعني لوفر 102 ده بتاع صلاح لو بيجي 98 اتفرج على اللعب. انا اؤمن لك ابيع التشكيله دي ورسول الله. اشتري تشكيله ضعف؟ والله العظيم اشتري تشكيله ضعف واخليها. بص اخليهم كلهم 98 اهدي. كلهم 98. اشتري جنيول لو بتاع كله 98 اعلى اعلى واحد إيه فيهم. ايه الخرا ده؟ اعلى واحد فيهم يبقى تشيك واللي هو الحارس. ايه الخرا ده؟ وباقي التشكيله كلها 98 اتفرج عليها. وما انصحكش ان انت ترنكهم 30 رنك. استنى يا عم محمد ايه ده؟ بابا بقول لك صلاح بتحس ان جاي له تسلخات. نسخه المقاولين العرب. يا بلد لو في المقاولين كان بيلعب. والله المقاولين تحس ان هو كان بيلعب احسن. شو انت مبصيها وهو بيشوتها. يلا دي بروين عبس هادي عشان جبت دجلش. يا راجل يا راجل دجلش مين احلى منهم؟ 5 اوفر يا راجل. اللي ماتوا طلع من الجبان هذا عبسيات امي. دي عبسيات فيفا ولا مش عبسيات فيفا؟ يا ابوي شفت كل الواد كيف؟ الواد ما بيعرفش يدافع بيعرف ياكل. بص يا ابن الوسخ يا ريبري ليه؟ مش ناويين يلعبوا كويس. ما الواد لو جاب هدف انا هتشل بجد. عندنا مدافعين كويس فشخ. يلا انا كان معايا رودري وخالد ما نزلتهمش. نزلهم المباراة الجاية. قتلهم الماتش ده خلاص يا هادي. اعمل الوضع البتاع ده. يلا سلام يا حبيب اخوك. يلا حبيبي يلا حبيبي يلا يا حبيبي. اخيرا فزنا مباراة يا اخي. ده عذاب يا اخي. عشان تسمع كلامي شوف. استنى طب انا عايز ارجع لتشكيلتي القديمة. يلعن أنا تشكيلة. نغير 4-2-4 مش احلى حاجة. مثلا ممكن نلعب معفنة. ارجع للقديمة. تعال نلعب بدي. هو ده اللي نايكك ولا الألفاظ؟ يلا الألفاظ
نلعب بصلاح ودي بروين وخولد ورودري. خلي رودري الناحية دي، خلي رودري في النص بس كده. نخش نجرب احلى تاني. سكريبت، طيب اللعونة بقى، احلى سكريبت، بتعك في اللعيبة ومكان اللعيبة، وبص بتحط لاعب في مكان لاعب، يعني لاعب بيلعب مهاجم صريح، راح مين تحطه في الدفاع مين ده؟ فين الدفاع ده؟ يا راجل مين اللي انا بيلعب؟ بقول لك عامة في لاعب يعني كريستيانو ينفع تحطه في النص؟ ما ينفعش على الطلاق، ما ينفع. كريستيانو اساسه اساسا شمال، لا والله العظيم اساسه شمال. صلاح بيلعب سترايكر، بصلاح ده، جبريل بيلعب صلاح ده، كام؟ صلاح ده بيلعب في مقاولين العرب بس جامد يا عم، الجامد بيلعب في المقاولين. حاطط كوري فار دبليو اهو يا عم، ده ليش لك عطلان. ايدك؟ ما هو عطلان بيلعب عطلان، انت لما تبقى عطلان اللعبة تدور لك على واحد عطلان زيك تخليه يركبك، يخليك تتوب وتبطل عطل. يا لهوي، بيطير ورايا ثلاثة. الله على الجرجسة، الله على الجرجسة، شات خارق عبد الله وشاطها خارق، وكانت داخلة والله. ده عبسي ده بص. طب خلي بالكم عشان بس هترجع علينا بمرتدة هنتنفخ. رد مع الظاهرة وكرويف، يا دين أمي. ايه ده؟ النت؟ بس النت تعمل معانا عبسيات. فصل؟ لا شغال. بيروح وبيجي سريع؟ لا الخمسة وقف. خمسة وقفوا؟ باظوا يا قفل. لا قفل على الطلاق. لا بيروح وبيجي سريع، بيوقف. طب ما ده شغال، امال ايه اللي حصل؟ نشوف الشو ماتش بعد الماتش ده، نلعب الماتش ده عبس كده بالباقة. يا جدعان انا بدافع بس، الواد بيشوط بس. انا بجد انت خدت بالك انا بعمل ايه؟ بدافع بس. بص طب انت والنبي لا تبص على والنبي لا تبص، فضلوا واقفين في بعض كده. والنبي لا تبص يا اسطى، والنبي لا تبص، يا رب الواد يجي يسيب الهدف، ما يعملش سكيب. بص الواد، بص خدت بالك من البلانك ماسكه في البلانك؟ هيجيب منه عيل والله العظيم. بلانك يا جدعان، حرام والله العظيم. والكرة بتطول ليه من اللعيبة بتاعتك؟ يا لهوي، يلا يلا يا ظهير. يعني بص الظهير كل التلاتة بصراحة، كل التلاتة بس لوحده، مفيش حد معاه. تشكيلة معفنة قوي دي يا جدعان، تشكيلة معفنة ولعبة نزال خرا وبيجينا نوبات وحاجة آخر نيلة. أخيرا يا بلينجو، يلا حلوة والله حلوة. لو كانت كملت حرام، بس حرام هدف دي البلنجهام اللي الواد جابه، اقسم بالله. يعني بلان فضل واقف في وش الواد وبعد كده راحت الكرة دخلت عادي، متفهمش. بص بيوجع لوحده ازاي. ماشي طير، يلا طير. اخ كنت شوت بيها كانت احسن، كنت شوت بيها كانت احسن، بس كنت عايز اسحب. انا اللي غلطان بصراحة، انا اللي غلطان. صلاح كمل وكان شد في البدني، وانا اللي ضيعت الكورة، ضيعت الكورة. يلا
حلوة حلوة حرام. ايوه كده، ايوه كده، عشان محاله خلد عاش، عاش خلد. ممكن ننزل ريبري، نزل لي ريبري، نزل ريبري. حرام والله، بس كويس كويس ان خلد ده دخل شمعها. كنت حاسس ان حتى خلد مش عايز يجيبها. ما تطلعوش كده كله يطلع مع بعضه ليه كده؟ ماشي. يلا ايوه صلاح، هيل تو هيل وحشه قوي يا صلاح، هيل تو هيل وحشه قوي يا صلاح. نقفل كويس. ان المباراة دي انتهت 1-1، في تطور، في تحسن، في تظبيطات، لسه هنلعب اكتر، لسه هنظبط الدنيا اكتر واكتر. فيارب الدنيا كده تسلك، يا رب نغير كده ونشوف الدنيا. ماشي، نغير، تعالوا نلعب بالتشكيلة بتاعتنا الأساسية بس نغير فيها كده شوية حاجات. ممكن نطلع دجلش من بداية الدنيا، نزل لي بليه. فين فين بليه؟ فين بليه؟ انا عايز بليه يا جدعان. فين بليه؟ فين بليه؟ فين بليه؟ بليه 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 بليه. ايوه ممكن نبتدي بليه، ونبتدي بخلط. بعد كده الماتش اللي بعد كده ننزل دي بروين، ننزل دي بروين وننزل داجلش. اوف انا بلعب بالباقة، عايزين نغير، نشوف الواي فاي، يا رب الواي فاي يكون اشتغل. اشتغل ولا ايه الدنيا؟ 3 ساعات يا اسطى الواي فاي مش شغال. يا اسطى الواي فاي مش شغال، الواي فاي مش شغال. نكمل داتا، احنا نكمل داتا، الواي فاي مش شغال يا اسطى، الواي فاي بايظ. شركة بت لذينة، الواي فاي مش شغال. السرعة دي معناها انه مش شغال. يلا بينا بصور لكم بالداتا يا جدعان. دروجبا ورافائيل لياو بيلعب بيه ار دبليو، والتاني الار دبليو بيلعب بيه ال دبليو، ومولعين الحكاية. انا عامة ضعفت التشكيل اهو، ياكش الدنيا تظبط. بنلعب ببليل الاول اهو، متخيلين بنعمل ايه؟ بنلعب ببليل الاول. شكل الواد لعيب، مش عارف ليه كده حاسه لعيب. يا الظهير خش عشان مروان. يلا يا بليه، يلا يا ريبري، يلا يا ريبري، اجري بقى، اجري بقى، وسرعات بقى، سرعات بقى، وسرعات، سرعات، سرعات، سرعات. اوخ ايه يا حكم؟ ايوه كده يا حكم، ممكن نلعبها الناحية دي. اه الحمد لله، عاش بلان، عاش بلان الهدف، عاش 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 بلان. افتكرت، كنت فاكرها هتتصد والله، كنت فاكرها هتتصد. بعدين ضعفت التشكيلة يا اسطى، شلت دجلش خالص، بلعب ببليه بس. مليح شايف فايز جاب كده، تسمع كلام كسرك. انا بقول لك انا خسرت في فيفا والله، ده انا المفروض يشغلوني مدير هناك، مدير هناك، مدير الجلجس. يلا بص 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 بقى، بص بص بص، اتفرج بقى على ثنائية بيني وريبري. يعني كان المفروض ان هو ما ياخدهاش بطيزو بجد والله، كانت كان هيبصيها لخلد، وكان خلد هيجيب هدف، خدت بالك؟ بس بلينجهام قرر. اجري ما تجريش لورا يا بلينجهام يا اختي، عايزين نعلم على مروان، بقالنا نص ساعة. ايوه شفت دخلة جيرمالدو، يلا بص بليه بقى، يلا
طيب ليه؟ بص على طول، بص على طول، هيلتو هيلك، هيلتو هيلك، أيوة، أيوة حلوة، أهي، دي إزاي ما تدخلش؟ حلو حلو. إزاي ما تدخلش؟ دخلت عليه بالسكند ديفندر فشخته صح؟ يلا، يلا، يعني أنا يوم ملعب بباقة، كارت فكة، بوف. نام من قبل ما ياخدها. لافندا تقدر يلا تلوك. نزل بقى دول، انزل دول مكان ايه بلنجام ومكان الواد، وسايب خلد مكان، انا سايب خلد مكان موقف محرج يا قوي يا اخي، دخلت في الباب يا اخي بابي. باب الجزاء انسى 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 انسى، انا دخلت في ماكدونالدز بلبس النجاشة، كان فيا بويا حوارات والله، كان مليان حريم. ماكدونالدز ولا سلطانة ماكدونالدز، طلعت ماكدونالدز يا راجل، بدك تجيب ايه؟ عندنا بيك تيستي. ما عرفتش تنطق اسمه. لا كانت الست عمالة تقول احط لك مش عارف مشروم سوز من، اقول لها ما تحطيش غير اللي انا طالبه، انا احط لك، ما انا لازم يكون معاه. طب ما هو لما لازم معلش يا جدعان، حجر صوت مروحه. الشيشة نكال. انت خدت بالك اللي حصل؟ ايه ده سكريبت ولا مش سكريبت؟ اول لما نزل دجلش ايه ليه اللعبه بتعمل كده بجد؟ انزل بلاي تاني طيب، ولا اعمل، ولا اشتري ساك العب بيه، ولا ايه الدنيا؟ والله حرام. بص بقى دي، خدت بالك دجل الشديد ازاي؟ يعني غلط مش من دجل، مش غلط من اللعبه. ايوه، والله العظيم لعبه حلوه، والله العظيم يا دين عخره. نقاط أهداف، نقاط أهداف على الدغري. لعبت حلو فشخ، خدت سحبت الكورة لبره ورحت شايتها، فأنا جامد جامد صح؟ خدت بالك؟ لو كان أنت كنت، صدها أنت كنت خايف لحسن تصد، أنا شفته طالع بص، رحت عملت له إيه؟ رحت سحبت الكورة وشايت كده من تحت إيده، زي ما الواد بيسب الحارس. بيليه كان بيلعب احسن من دجلش، بس مش معنى كده دجلش وحش، اللعبه هي اللي وحشه يا جدعان. مرنفا دجلش بتنام ليه في الارض؟ بتنام ليه في الارض؟ ما انت صدتها، انت وانت بتصد رصاصه خلد مالك؟ انت خدت بالك نام في الارض ازاي؟ الحقيقه المدافع الظهير ماشي كويس. انا فزت، اهم حاجه ان انا فزت عشان ده عذاب. عذاب عذاب، فصلوا النت، بيجيبوا 10 دقايق وصلوا تخفيف، تخفيف ميجات. لا لا انت شغال. فصل فصل فاصل بتاع التالتة فاصل. بدأنا نعود ونرجع تاني. انت شفت التشكيلة عاملة ازاي؟ ضعفتها خالص، خليت بيليه وخلت كان دي بروين ودجلش شغال. لا مش شغال يا عم كده، اشتغل. لا ما اشتغلش، تاخدين الدحام مودي يا ابوي. لو فاز 35، لو فازك هندم. استر يا رباه، استر يا رباه. بليه وخلد والله الواحد بيفكر يشتري ساك من اللي بيشوفه، بس في 2 سيتي ماتش وداد، ربنا يستر. يلا بينا يلا بينا، عايزين نلعب بقى شوية حلوين بقى، بس لعبنا كام ماتش نار والله. انا مش عارف ازاي الكرة اتاخدت مني وطلعت مني بالسرعة دي، مع اني ما طولتهاش، بس خلي بالك عشان دول سي دي امات. عاش يا بلينجو، حلوة حلوة.
طب حكم ده فشخني ده فشخني. نلعبها في نفس الحتة تاني يا رب تيجي. ايوه عاش عاش يا بلان، عاش عاش يا بلان. بقالنا النهاردة جايب أهداف يا جدعان في ضربات الجزاء. عاش عاش. شكلنا هنسيب فيفا ونلعب لعبة كرة، أي لعبة كرة تاني. بقفل بقى يابا، قفله بقى، قفل يلا انت وهو. قفل طب ايه، ما تخشوا يا جدعان تاخدوا الكورة في ايه ايه. يلا اطلع ريبري، مفيش حد مفيش حد والله. المفروض تسرع انت بقى 30 رنك، احنا مرنكينك اساسا، احنا مرنكينك اهي. خلص اخلت في سايت يا ابن اللذين يا روبن يا دياز. متقولهاش بس ده التاكلينج ده كان زماني جايب الهدف. ماشي عاش يا جرمالدو والله، عاش يا جرمالدو. قفل على ميسي لحد ما فشخه. والله التشكيلة كده بتلعب أحسن بجد، أحسن مما فيها داجلش ودي بروين. هتسيبني؟ مش هنلعب ضد بعض؟ حلوة. ايه ايه يا ولاد اللذينة، تعالوا نجرب ننزل بتاع ده وننزل دي بروين، جريزمان ودي بروين. يا رودري بصة وحش قوي يا رودري دي بصراحة. عاش يا مروان والله. طب يا ريبر انت ليه بص طير الكرة كده قدام وقف. يا تشيك جامد يا تشيك، ضد المية كويس. عاش تشيك والله، تشيك صد كور ما اقسم بالله كنت افتكر نفسي رايحة سنتر. يا ابن اللذين فرمبونج. يلا جريزمان ايه ولا اسمك يا مروان، يا عليا ولا فيا دي ولا ايه الدنيا. يلا مروان يلا مروان، تبار هدر يا اسطى حبيبي يا اسطى. يلا مروان ما كده ترجع لنا بمرتدة نتفشخ. يلا رودري يلا جريزمان. يا ولاد اللذينة وحش عاش. بس المباراة دي محسوبة للسكند ديفندر، يعني أنا لعبت فيها سكند ديفندر كويس، فاللي هو إيه بدأت أتعود على السكند ديفندر فده شيء كويس، فهو يعتبر هو اللي فوزنا أصلا. في أهداف كتير أوي ضيعناها على ميسي بالسكند ديفندر، كانت حلوة فشخ كانت حلوة فشخ.
النت ما جاش يا اسطى. وريني كده. ده ما جاش خالص، ده قطع خالص. ماشي ماشي يا فيف، تعالوا نخش تاني. خش تاني. جيت منين ومية تاني؟ منين ومية تاني يا اسطى؟ يلا بينا عشان اسماعيل اوفر 100 و100 و100. يلا بينا يلا بينا. طب نزل رجلك، طب وجرب على المروحة على السيك. بس خلاص كده، فل 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 الفل. طب يا اسطى مش هناكل؟ طيب كلت انت صح؟ كلت كلت وسبتني. ماشي ماشي يا دنيا، ماشي يا دنيا. طب احنا مقفلين ولا ايه الدنيا؟ عشان خليت خل بليه، خل بليه سرعة تفضل فشخ بليه. يلا عاش يا رودجر، واقف كده زي السندال. ارجع مروان، عاش عاش يا مروان، والله جامد يا مروان، والله جامد يا مروان. ماشي كويس كويس يا جرمالدو، والله مش وحش ان انت تطلع الكرة بره لما تلاقي في ضغط كده. ماشي يا عم، ماشي يا عم جرمالدو. يلا يلا بينا يا بلينجهام يا ابن اللعيبة. يلا خلد لعب هيل تو هيل حلوة فشخ، بس يعني على رجل جيرمالدو يعتبر، مع انه لعبة حلو. قفل بلون. لا يا بلان وحش قوي، وحش قوي وحش قوي وحش قوي. ورودريجو شمعها في الجون، هو الواد عمل هدف حلو بس احنا دفعنا وحش قوي. رودريجو شمعها في الجون. يلا يلا ما تطولش كده قوي منك يا عم، والحكم معفن قوي يا جدعان الحكم لا والله عارف اللي هو عايز يقفل المباراة وخلاص. كفاية 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 والنبي، مش هنزل دي بروين، انا مش هنزل دي بروين، مش هنزل دي بروين يا اللي نحست التشكيلة. يلا والله العظيم دجلش اسطوره، بس صلاح ضيعها عشان عشان والله العظيم عشان الناس اللي بتقول، بس مفيش سكريبت. شفتوا يا جدعان صلاح اللي ضيعها يا جدعان، دجلش اسطوره يا جدعان، عمل كل حاجه وفي الاخر صلاح هو اللي صد الكره للواد، صد الكره للواد بظهره. بضان يا جدعان والله العظيم، ده بضان. طب ايه، طيب انت خسرت المباراة طيب ولا ايه الدنيا؟ عايز تاخدها يعني ولا ايه؟ عايز تاخد المباراة يعني؟ خدها يا اسطى عادي، خدها خدها والله يا اسطى عادي، قشطة. بيس بيس، هو ممكن يكون محتاج او خايف انه يخسر، ممكن يكون محتاج كؤوس، محتاج كؤوس، محتاج كؤوس، هو محتاج كؤوس، ما بيعرفش يلعب زي الرجالة خالص. تعالى
ايه الشوطه البيضان دي؟ ايه الشوطه البيضان دي يا جدعان؟ اللعبه بتاعتي بيضان فشخ. عاش يا حبيبي، عاش عاش يا قلبي، عاش. عادي يا جدعان، هو محتاج الكوس وما بيعرفش يلعب، فعادي هنسيبه له، هنسيب له الكوس عادي. عاش يا اسطى، عاش 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 عاش. اهي يا اسطى، اهي، عاش يا حبيبي. خد الكوس يا بابا، خد الكوس، مش فارق لنا اساسا، مش فارق لنا يا بابا. ماشي انزل. يا عم حلال عليك، يلا مسامح مسامح، الدنيا بايظه كده وشكلها تقفل، شكلها يعني بصوا الدنيا عطلانه. طب خلاص نقفل يا جدعان، ما تقابل تاني بعدين، عشان بص المباراة كلها كل حاجة وقفت كده، حتى شكل الواي فاي خلص. سلام وزير الجال.